وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد ياسين المحلل الاقتصادي. دكتور أحمد، بعد التحية، بداية، ما معنى أن تعلن أو تتوقع دولة مثل ألمانيا انكماش اقتصادي لعام 2023 وقراءتك لهذه التوقعات؟ يعني بالتأكيد مثل هذا التصريح يعني أن الاقتصادات الأوروبية ككل، ليس فقط الاقتصاد الألماني، سوف يواجه متاعب اقتصادية كبيرة جدا، لأن الاقتصاد الألماني هو يعتبر واقعيا وتاريخيا قوة الدفع الأساسية لباقي الاقتصادات الأوروبية. فعندما نشهد الاقتصاد الألماني بأنه سوف يدخل مرحلة قد تكون طويلة من الانكماش الاقتصادي، بالتأكيد هذا سوف يكون له انعكاسات خطيرة جدا على الاتحاد الأوروبي ومشروعه الاقتصادي ككل. وإلى الآن يعني ألمانيا اقتصادها يعكس مرحلة غير مسبوقة. يعني ألمانيا كانت دائما تتميز من بين الاقتصادات المتطورة لأنها تشهد دائما فائض في ميزانها التجاري، لأن عجلة الاقتصاد الألماني هي مدفوعة بشكل أساسي من قطاع الصادرات. وطالما أن الميزان التجاري حاليا قد انتقل من الفائض إلى العاجز، بالتأكيد هذه مؤشرات خطيرة جدا وسوف تنقل الاقتصادات الأوروبية إلى ما هو أسوأ بكثير، خاصة وأن يعني فصل الشتاء بات على الأبواب. والآن بعد الأعمال التخريبية لخطي نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، بالتأكيد بات من المستبعد كليا أن تعاود روسيا ضخ غازها الطبيعي إلى الأسواق الأوروبية. لذلك أصبح واقع بأن الاقتصادات الأوروبية سوف تعتمد بشكل أساسي على الغاز المسال. يعني هذا الغاز المسال هو غير مستقر وغير آمن، وكذلك أيضا يعكس تكلفة أكبر بكثير من الغاز الروسي الذي كان يأتي الأسواق الأوروبية آمنا ومستقرا وذو تكلفة رخيصة. لذلك بالتأكيد التوقعات هي خطيرة وسلبية للغاية. الدكتور أحمد ياسين المحلل الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.